العروسة كانت في طريقها للكوافير علشان اليوم اللي أي بنت بتحلم بيه وماتت في الطريق. الفرح اتحول لجنازة والعربية اتقلبت بالعروسين وهم رايحين الكوافير يوم حنتهم وقبل حفل زفافهم بساعات بس. العروسة ماتت والعريس بين إيدين ربنا في المستشفى وفي حالة خطرة. تفاصيل صعبة وقصة مؤثرة في رحيل عروسة الشرقية وعريسها في حالة صعبة بالمستشفى. نورهان فتاة من أبناء مركز الشوابكة بمحافظة الشرقية كانت في طريقها للكوافير وكل حلمها تكون عروسة جميلة في يوم فرحها، اليوم اللي بتستناه كل بنت علشان ده حلمها وعلشان ده يوم المونة بتاعها. لكن اللي حصل لنورهان كان صعب أي حد يتحمله أو أي حد يتخيله. نورهان زي أي عروسة في الأرياف راحت حجزت مع كوافير في منطقة كويسة. الكوافير كان في مكان تاني غير البلد بتاعتها وبالتالي لازم تعدي على طريق السويس. العروسين اتفقوا إن العريس يجي لها للبيت علشان يروح يوصلها لحد باب الكوافير. العريس راح للعروسة وكان في طريقهم فعلا لحد الكوافير الجديد، وأثناء الطريق حصل اللي ما كانش يخطر على بال حد ولا حد ممكن يتخيله. العربية اتقلبت بالعروسين في الطريق وللأسف كانت حالتهم صعبة جدا. العروسة ودعت الحياة فور وصولها للمستشفى والعريس في حالة صعبة بالعناية المركزة. بيكشف التفاصيل أحد عائلة العروسة في أول ظهور ليهم وبيقول العروسة نورهان بنهاوي بكر من كبرى الشوابكة، حنتها كانت الأربعاء 18/9/2024. الناس اتغدت وفرحت والعروسة رايحة الكوافير. السيارة عملت حادثة على طريق المناجاة سعود توفت في الحال. إلى رحمة الله يا نورهان، والحزن يخيم على أرجاء عزبة الشوابكة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى رحمة الله عروسة الجنة. نورهان بنهاوي بكر بنت قرية عرب الشوابكة كبري بحر البار، كانت حنتها وغدا زفافها، توفيت إثر حادث أليم على طريق سعود بحر البار أثناء ذهابها للكوافير. نسأل الله أن يتغمدها بواسع الرحمات ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كتبت كتير على صفحتي إن الدنيا ولا حاجة، بنجري ونحارب ونعادي ونقطع في بعض وكل الموضوع نفس طالع، قبر متر في مترين، هنسيب كل حاجة ونتلفف كفن من غير جيوب. دي عروسة يوم حنتها دخلتها كان باقي عليها أقل من 24 ساعة، عملت كل حاجة، فرحت وجهزت شنطتها وجهزت نفسها وفرشها كله راح شقتها الجديدة. أهلها عملوا أكل وعزموا الناس والناس كلت وشربت ورقصت وفرحت ورايحة الكوافير، الفينش الأخير لأي عروسة تعمل حادثة وتموت. هي عروسة وكانت أجمل عروسة، حادثة بعد الظهر تقلب الدنيا كلها، الفرح اتقلب ميتم، ماتت بنت بحر البقر إثر حادث أليم. عروسة الجنة يا نورهان، الفرح اتقلب لمأتم وسبحان من له الدوام. اللهم صبر أهلها وعريسها وكل محبيها يا رب العالمين. القصة قلبت مواقع التواصل اللي تحولت لسرادق عزاء على روح نورهان عروسة الشرقية. الكل ترحم على نورهان اللي خطفت قلوب الكل الساعات اللي فاتت. ادعوا لها انتوا كمان بالرحمة.